إنعام إحدى المستفيدات من برنامج الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى عانت في السابق من عدم توفر أماكن نظامية لانتظار المراجعين في الدوائر الخدمية، خاصة في قسم المرأة بدائرة الرعاية الاجتماعية، إلا أن معاناتها انتهت اليوم بعد قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ببناء قاعة انتظار مجهزة بوسائل الراحة. قبل كنا نجي بهذا المكان، كان مكان حار يعني ما مخصص للبشر اصلا، وكانت النساء خطا يجون يتعبون والاكثريه يغمى عليهم. كنت اجاني مع مستفيدات هنا الاداره، لكن هسه بارك الله باللي قايمين على هذا الشيء. مشروع تحسين وصول النساء لخدمات قسم الحمايه الاجتماعيه للمراه في الموصل قمنا بتنفيذه نحن كمنظمة نساء نينوى لشؤون المرأة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. طبعا الهدف من هذا المشروع هو تقديم الخدمات للنساء وتقديم التوعية حول كيفية وصولهم للحصول إلى راتب الإعانة الاجتماعية. أكثر من 30,000 مستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية، بينهن أرامل ومطلقات وأيتام ومرضى ومن ذوات الاحتياجات الخاصة، يقصدنا قسم المرأة بدائرة الرعاية الاجتماعية يوميا للاستفادة من البرامج التعليمية والتأهيلية والمنافع المادية المقدمة. قسم المرأة في ديوان محافظة نينوى طلب من جانبه السلطات الرسمية برعاية هذه الشريحة المهمة من المجتمع. هذه شريحة كلها محتاجة دعم من عندنا ووقفة من عندنا، لأن هي شريحة فقراء وما يوصلون الجهات الكبيرة دائما احنا، فيقول بس هذا المكان كان أعداد كبيرة من المراجعات، يقولون الشرف كبير جدا ومحتاجين احنا، يعني طلعنا من حرب كبير، حرب شرسة، فلازم كان هناك حاجة للخدمات كثيرة، جهة واحدة ما تكفي. ومنذ استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش عام 2017 تواصل المنظمات الأمريكية بالتنسيق مع منظمات محلية تقديم الدعم لدوائر محافظة نينوى والدوائر الخدمية في المحافظات المحررة وخاصة المعنية بشؤون المواطنين. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.